قال لك الزواج بالمغرب ولا بكونترا ديال عامين؟ ايه عامين. الزواج ما غاديش يبقى عقد مدى الحياه، غادي يولي بالكونترا ديال عام عامين 3 سنين 4 سنين على حسب اشنو غادي دير تشويها، وهي في الاصل راه هي اللي غادي دير معاك، انت ما غادي تقدر دير والو. وهادشي راه ماشي شي حاجه جديده، الزواج بالكونترا راه من شحال هادي هو كاين، غير هادشي اللي كيروج ما عمره غادي يطبق على ارض الواقع، ولكن النساء كيطبقوه على الرجال السر باقي لحد الان. المراه كتطبقوا على الراجل خاص الرجال يعرفوا شنو كاين. الوقت اللي رشقات لها باغا تطلق وخا هي اللي فيها المشكل، وخا هي اللي خالقه المشكل وفيها المشكل، كتنوض كتطلق وكيطلقوها، ولكن انت ما كتسال والو. كاع داكشي اللي خسرتي عليها وصرفتي عليها، فلوس الذهب العرس، تبقى تسال فيه والو. ما نكذبش عليكم، انا معصبه، درت كونطرا ديال الزواج عام 10 اشهر وقاضي الغرض وغنشوف شنو كاين عاد داك الشهر. علاش عام طولني؟ ليش انا الراجل دغيا كيطلع لي في راسي يعني. اشهر بركه. دابا هذا هو اكثر موضوع اللي منوض الجدال في المغرب كامل. قالك او كيفاش العقد ديال الزواج ولا فيه عامين؟ يعني مثلا انت ملي غادي تكاتب مع المدام ديالك العقد ديال الزواج المده ديالو عامين، بنادم غيضر راسو، واي واحد في المغرب غيضر راسو، لان في القهاوي كيهضروا على هذا الموضوع، فين ما مشيتي كيهضروا على هذا الموضوع. فاحنا غادي نحطوا كما كنقولوا نقطه على هذا الموضوع هذا باش بنادم يفهم. اولا الدولة ديالنا المغربية ياك كيحكم واحد الدستور ياك، وكيأطروا مجموعة من القوانين، وسمعوني مزيان الإخوان الله يرضي عليكم، حنا دولة إسلامية، دولة إسلامية، الدين ديالنا إسلامي، حنا ماشي علمانيين ماشي حتى شي حاجة، دولة إسلامية، وتبعوا معايا الله يرضي عليكم. الدين ديالنا الإسلامي اش كيقول لك؟ الزواج كيكون بالتراضي وكيكون كيحكم واحد العقد، ولا كيكون بالموافقة ديال الوالدين وداك الشيء، وكتكون الفاتحه وما غيرها من الحوايج اللي كيكونوا عندنا في الدين الاسلامي. غير باش تمشيو معايا دقه بدقه باش تفهموا ان هذا الشيء في الاخر غنجيكم في اللقطه الاخرى. فالدين ديالنا ما عمرنا سمعنا هذه القضيه ديال ان فاش كيكون واحد العقد الزواج كيقول لك اسيدي بلي هذا العقد كيكون المده ديالو سنتين او سنه او ما غيرها من المده. كيقول لك اودي انت كتزوج بالمدام ديالك بالعقد بالتراضي بالوالدين وصافي، كدي المدام ديالك وانتم مزوجين، لا قدر الله طرا شي مشكل ولا شي حاجه راه كيطلقوا. كيقول لك فهمتي كما الله حل الزواج حل الطلاق، وحنا طلاق حنا ما باغيين حتى شي واحد. ما عمر خرج شي حاجه فيها عقد الزواج في واحد المده زمنيه، واخا المغرب ما كانش ينص على شي قانون مخالف الدين ديالنا. ما يمكنش الدولة المغربية تنص على شي قانون مخالف الدين ديالنا، لأننا دولة إسلامية وحاكمنا، وهذه كنسطروا عليها 80,000 سطر، أمير المؤمنين. الصفة ديال الملك ديالنا حفظه الله ورعاه عنده صفة أمير المؤمنين، الصفة الشرعية ديال الملك ديال المغرب امير المؤمنين. ما معنى ذلك؟ امير المؤمنين اللي هما حنا، اللي هما الامير ديال الملك ديال المغرب كامل. فدونك ما يمكنش يتنص على قانون او توافق على قانون مخالف ما اتى به الله من ضوابط، ما يمكنش. هذاك القضيه اللي كان دارت في البرلمان اللي ديكلاراها الوزير وداك الشيء، هذيك راه مجرد نقدو نقولوا على هادو عابه، ايوا صافي نوليو حنا نديرو عقد الزواج اللي فيه المده العامين، مجرد تكون دعابه امبوسيبل. حنا في صدد مناقشه قانون اللي كدا ما يمكنش، ما يمكنش. وهاد العقد هذا قال لك السيدي في هاد العقد على من بعد كيخرجوا بزاف الفيديوهات قال لك بحال والو طرا، ولكن نقول لكم من دابا ما يمكنش يطبق، ما يمكنش يطبق. الناس الواعيه وفاهمه وقاريه وداك الشيء كتقول نفس الهضره، ما يمكنش يطبق. نساو زعما القانون غير يطبق على ارض الواقع، نساوها، نساو هاد العيبات. قال لك هاد العقد هذا ديال العامين غادي يبداو يتناقشوا فيه مجموعه ديال المواضيع ومجموعه ديال السوجي وداك الشيء. كيقول لك زعما كوم كوا من ضمن هاد الشيء اللي غادي يولي يتناقش ان المرأة تحط الشروط ديالها والراجل يحط الشروط ديالو في دوك العامين،
ودوك العامين الا ما تفاهموش ولا هذا وديك الساعه راه غادي يتفسخ العقد بحال ما مزوجين ما والو. يعني حنا علاش كنتزوجوا؟ الفكره ديال اننا نبقاو اوي، يعني خطه الزواج. علاش الانسان كيتزوج؟ علاش الانسان كيفكر في الزواج؟ باش انه يطول، انه يبقى مع ديك السيده اوي. علاش غادي يكون عقد الزواج في عامين؟ دونك تخلفتي الفكره الاولى اللي جا بها الدين وجاو بها الديانات الاخرى في الدول الاخرى، علما ان هذه القضيه العقد الزواج في عامين ما كاينش حتى شي دوله. راه بحال تكاري واحد الباحل ديالك، دابا انا ننصح لكم هذا عقد العامين الا طبقت على ارض الواقع. بحال انت كريتي مرتك، كاري مرتك بموجب واحد العقد مع والديها ولا بموجب ما عرفت شنو، والله نكريم بنتكم واحد العامين ما عجبنيش الحال ولا ما تراضيناش، هاي بنتكم عندكم وكل عامين قابلة للتجديد. هدم المنظومة، إلا كان هذا القانون بصح كاين، الهدم ديال المنظومة الأسرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الهدم ديال المنظومة الأسرية دابا راه مهدومة وغادا كتهدم لو طبق هذا القانون، واخا هو قانون ديال الأحلام اللي كنقولها لكم دابا وأنا متأكد من الهضرة ديالي، لأنني فاش كنهضر معاكم أنا راه عارف اشنو كنقول. هدم المنظومه الاسريه هي مهدمه اصلا وغتزيد تهدم اكثر. اما دابا نتوما كتشوفوا نسب الطلاق مرتفعه في المغرب، هادشي عندنا حنا عمرنا شهدناه 300,000 حال طلاق في السنه بسبب المشاكل، بسبب هادي، بسبب الامور، بسبب بعض شنو كذا كذا كذا. 300,000 حال طلاق، 350,000 حال طلاق، 250 كل سنه، هادو هما الاعداد. دونك ديجا راه كاين مشكل وكاين خلل، عاد نزيدو حنا الخلل فوق خلل، نديرو لي عقد زواج ديال عامين والله لا كمل شي واحد والله لا طول شي حد. تكون المراه موحمه سالا ليها العقد في عامين ما حاملاش راجلها في الوحم، صعب الله يعاون مابقاش تعرفني، وراه موحمه مابقاش تعرفني. ها هو انتم هدمتوا المنظومه الاسريه، ها هو ما بقى والو. خوتي كيتفرجوا فيا ولي متبعيني، الا جاكم شي خبر ديما ناقشوه بالعقلانيه، ديما ناقشوه بالعقلانيه. دوله اسلاميه بحال المغرب ما يمكنش انها تطبق القانون على ارض الواقع. الدول الاخرين تما دوك يخرجوا فيديوهات يقولك المغرب شنو دار، كنت تما قبل تما تطبقش اصلا. انا كنقول تجاج بالساركازم، تقالت بالساركازم، تقالت بواحد الطريقة دي ما يمكنش، لا ما يمكنش. وخا ما عرفت طربق السمع على الأرض، وخا يقول ما يمكنش وإمبوسيبل أن فهمتي، إمبوسيبل أنه يتوافق عليه يتفاليدا، لأن القانون فاش كيدار أو كيخرج أو كيتبروبوزا خاصو مجموعة ديال لي فوت، وكيجي كيدوز عند اللجنة وكتناقش القانون عاوتاني عادة باش انه كيطبق. ديك الساعة في القانون راه طبق اللي قاري القانون العام وداكشي راه غيكون فاهم هاد البروسيدور ديال هادشي. ان شاء الله ماشي غير كيجي وكيطبق صافي، قال واحد شي حاجة بروبوز الوزير كدا، راه كيكون موافقة على بزاف ديال الأصعدة وكيمشيو كيديرو إسقاط. واش هاد القانون هذا غادي يتماشى مع المنظومة الاجتماعية اللي عندنا في البلاد في المغرب؟ واش هاد الشيء موافق للشريعة ديالنا اللي هي الشريعة الإسلامية، الدين ديالنا الإسلامي اللي هاد الشيء دابا دا العقد في عامين مليار في المليار غير متوافق؟ فدونك فهاد الحسابات كاملة غادي يمشيو غيستخرجوا باستنتاج ما فادوه أنه لا يمكن أن هاد القانون ديال عقد الزواج ديال عامين ما يمكنش أنه يطبق. وباش نجيكم نيشان الاخوان باش نلخص الفيديو باش بلا ما نطول عليكم بزاف، انا ما درت هذا الفيديو حتى اولا كان صحابي عيطوا ليا دوينا ناقشنا في هذا الموضوع، وما كنتش غادي ندير فيديو على هذا، لكن انا قلت لهم تخربيق. انا فاش جا واحد قال لي راه الزواج غيولي بعقد ديال العامين قلت لي تخربيق هذا الشيء، قال لي لا راه خرج وراني الفيديو داك الشيء، قلت لي شوف واخا ما عرفتش تقول لي، واخا ما عرفتش تقول لي ما يمكنش. ملي وليت كنسمعها في القهاوي، كنسمعها فيما مشيت في الادارات، ولاو كيناقشوا هاد البلان حق الزواج ولا عقد بعاد، دونك هذا راه مشكل حد ذاته، لان هذه راه انفورماسيون خاطئه
وانا كنصرح بها وكنتحمل المسؤوليه. انا ما يمكنش ان الدوله ديالنا انها تخرب المنظومه الاسريه بهذه الطريقه. ما يمكنش تعطى الموافقه على واحد القانون اللي غيقول لك صعب باش نخربوا حنا هاد الاسره المغربيه كامله. ما يمكنش. راه دابا ما بقيناش كنهضروا في الديسكور ديال الحق المراه طاغي على الراجل، العكس صحيح، الراجل طاغي على المراه. ولينا كنهضروا على كونترا، راه ولينا كنهضروا على بزنس. راه ما حال، راه بحال قلتي بحال انت ديالك ملكك كتنوض انت باغي تكري، اخي دير عقد ديال عام غتكري من عندك عام، واش المراه كتكرا؟ راه بحال هكا فهموها بهذه الطريقه الخوت. راه ما يمكنش، مي امبوسيبل امبوسيبل ان هذا القانون يتفاليدا. حيدوا الخوت اللي باغيين يتزوجوا، حيدوا هاد العيبه. والكونترا في الزواج كتكون بعض المرات، باش نقول لكم، ماشي ديال عامين ولا ماشي ديال المده الزمنيه، مي كيكون كونترا ديال حقها. شحال غادي يعطيها في المهر، شحال هادي دا عقد. حقها انت ما تدخلش في الممتلكات ديالي، ما تدخلش في الممتلكات ديالك. هادشي كاين في الدول الغربيه، كيكونش والدول الغربيه امريكان وفرنسا والدول الاوروبيه، وما عندهمش هذا القانون. عاد غيطبق في دوله اسلاميه في المغرب، والمغرب حنا تطورنا وحنا ديفلوبينا لدرجه انه بغا يولي قانون الزواج مطبقه فيه عامين ديال الزواج. خوت الله يحفظكم، بس فهمتي، بس معلومه فاش تجي ناقشوها بعقلانيه، ماشي ناقشوها بواحد الطريقه لان غتولي منهب ما بلاش. فهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش تبارطاجيو وتعطيو الاراء ديالكم. الله يعاونكم.